الأسنان، الأسنان في كل سن 500 إبل، في كل واحد ضرب واحد بيده أو بعصا أو بأي سنة كسر سنه، كسر سنه. طبعا يجوز له القصاص، لكن احنا نتكلم عن الخطأ. خطأ زين، شلون الخطأ؟ رحت لطبيب أسنان، قلت له دكتور السن هذا يؤلمني كثيرا، قال لازم يزال، لازم يزال هذا السن. قلت له توكل على الله، زيله، أعطاك مخدر وشال هذا بالغلط. ممكن يحدث، ممكن يحدث. حصل لك؟ طيب زين، فإذا يمكن أن يحصل هذا، هذا يسمونه إيش؟ خطأ. لكن خطأ في حقي، يلزم الطبيب بدفع إيش؟ 5 من الإبل مقابل السن الذي أتلفه، إلا إذا كان هذا السن لبنيا يا الأطفال، لأنه ينبت مكانه سن آخر. لكن نتكلم عن الكبار، الكبار الذي لا ينبت مكانه سن، خلاص سيظل هكذا بدون سن. فواحد يقول طيب يقدر يزرع، يزرع شيء ثاني، لكن يأخذ 5 من الإبل ويروح يزرع فيها زين. بس المهم أنه إذا اعتدى على سن من أسنانه ففي كل سن 5 من الإبل. طيب لو أزال الأسنان كلها كم سن أول شيء في الإنسان؟ ها؟ 32. 32 من قال 36؟ يمكن تغير أسنانك غير، ما ندري. طيب الآن 32 سنا، لو قلنا 5 من الإبل في كل سن، واحد عمل لك مشكلة أسقط أسنانك كلها، ما يصير بعض مرات هوشات وكذا يضربه مثلا إلى أن يطيح أسنانك كلها؟ طيب طيح الأسنان كلها، كل سن 500 إبل من 32 كم؟ 160، يعني أكثر من الدية. هذا يقول لو ذابح مو أحسن لي صحيح؟ صحيح. يقول لو قتلته أهول لي، لكن عند الله لا، احنا لا ننظر لها فقط يعني من ناحية القيمة المادية، لو قتله عند الله الجريمة إيش؟ أعظم. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب العظيم. لكن نقول هنا إذا ممكن أحيانا دية المنافع أو دية الأعضاء تزيد على الدية الحقيقية أو دية النفس بالكامل. طيب فهنا قلنا لو أزال مجموعة من الأسنان ممكن تتجاوز الدية الحقيقية أو دية النفس. أعطيكم مثال آخر أقوى من هذا، لو جاء إنسان وقطع يدي إنسان ماذا عليه؟ دية كاملة. طيب قطع رجلي دية ثانية. طيب قطع لسانه دية ثالثة. طيب أصابه بالصمم دية رابعة، واضح ولا لا؟ أصابه بالعمى، ممكن أحيانا يأخذ 5 ديات وهو حي، ما زال ما مات، حي. اترك إيدين ورجله، ما جاء حق إيدين ورجله، أذهب سمعه وبصره وعقله وكذا مثلا، منافع كما سيأتي. طيب قد يدفع أكثر من دية، قد يدفع أكثر من دية في تعديه على الآخر. طيب